الفتره دي. ماشي. ايوه هسالك على حاجه. حلو. تقول لي اه او لا. اه او لا. اه هسالك كام حاجه كده تقول لي اه او لا. حلو. مفيش معلم. صباح الفل. اه او لا. صباح الفل. كملي. تعصبت قبل كده لدرجه ان انت كسرت حاجه قدامك؟ تعصبت؟ اه تعصبت لدرجه ان انت كسرت حاجه قدامك. هو كنت اكسر رجلي اصلا. فاكر الحاجه اللي تعصبت يوم ده؟ الفاينل بتاعنا. اه بتاع الاهلي والزمالك بتاع افريقيا. والله مش قصدي حاجه يا حسين، بس انا كنت هكسر الحديد اللي قدامي يا حسين بصراحه. كنت هكسر رجلي والله من النرفزه يعني. طب شتمت حد قبل كده وانت بتسايق؟ شتمت؟ لا والله خالص خالص. اصلا سايق. انا يعني معظم الوقت بخرج بدري، فالدنيا بتبقى ماشيه معايا يعني سهله. لا يا كابتن، مفيش دنيا هاديه خالص. بدري او والله بدري. والله بخرج بدري. امتى بقى يعني؟ 9 الصبح بقى؟ لا يعني ممكن اخرج قبل الموظفين ما يخرجوا اللي هو على شغلهم، يعني مثلا من 8 دي. كل سنه وانت طيبه بقى. عايزه تروحي يبقى تروحي بعد الشغل. لكن انا بخرج قبل بقى، مثلا ممكن اخرج لان يعني الورق هنا قريبه، فممكن نص ساعه او تلت ساعه بالكتير قوي اكون هنا. فبخرج على 7:30، 8 ل 10 بكون هنا كده. فاهمه قصدي؟ بس عمرك اتخانقت مع حد من اللعيبه او شديته كلام؟ شديته خالص. ده انا ألذ واحد في الفرقه. عمري ما اصلا عمري ما قفشت مع حد في هزار. عمري في حياتي ما قفشت. على طول بهزر، على طول بحاول افك الاوضه كده يعني. فاهم اليوم يمشي يعني عشان بس بيحصل يوم. يعني مشادات كلام ما بين اللعيبه؟ لا عمري ما شديت. ما حصلتش قبل والله كده والله. لا انا مش عايز احلف بالله كذبه، بس انا مش فاكر ان عمري شديت مع حد خالص خالص يعني. طب ممكن تخرف وانت نايم؟ اخرف؟ انا على طول بخرف. على طول بتخرف. فاكر حاجه مثلا قلتها او حد مثلا من اهلك؟ لا يعني هم بيقولوا لي انت بتنادي وانت نايم، ما بتنادي على حد، بتتكلم. معظم كلامي برضو كان بيبقى في الكوره، ف مش متذكر حاجه، بس على طول بتكلم وانا نايم. مش على طول قوي يعني، مره تعبان ولا حاجه اروح منادي على حد وانا نايم كده من التعب كده. طيب عايزين نطلع بره مراتك، عشان انت قلت ان انت مش في النيه خالص دلوقتي. لو مامتك عملت اكل مثلا ما عجبكش او مامتي؟ لسه عامله والله اول امبارح. بتقول لها عادي؟ ما انا قلت لها حلو، بس بعد كده قلت لها قلت لها انا كنت بكذب عليك على فكره، هو وحش اصلا. ليه بقى؟ لان اخواتي دقوه. فقالوا ايه؟ قالوا ايه بقى؟ يعني هي كانت عملت، مش فاكر كانت عملت ايه، فراخ نجريسكو باين ولا مش فاكر كان ايه. فهي خدت يعني هي بتتفرج على الشيف علاء الشربيني. اسمه علاء صح؟ صح؟ في حكي على لسه قلت حاجه؟ ايوه اللي هو اسمه علاء الشربيني. فهي بتتفرج على التلفزيون وبتكتب بقى، وما اعرفش بتكتب ولا لا، انا مش عارف. هي المكان اللي هي بتتفرج عليه انا الله اعلم. فعملت لي ايه النجريسكو دي. المهم فقاعد انا ما طبيعي بقى، ببقى خلاص تمرين طبعا، ببقى مش شايف حاجه قدامي غير ان انا عايز اكل يعني جعان. فعملت لي الفراخ النجريسكو دي وطلعتها لي. يعني احنا هم في الدور اللي تحت وانا في الدور اللي بعد، في الدور اللي فوق انا واخويا يعني شقتنا لوحدنا. ف هم اول لقمه بقول لي يمكن انا اللي جت لي كورونا. هوب اللقمه الثانيه، لا قلت بس اقف في حاجه. وقف هنا. اكتشفت ان هي يعني بدل سمعت يعني الشيف علاء. عايز اقول شيف صح؟ ولا اقول استاذ علاء؟ شيف علاء. فهي ما اعرفش جابت الملح دي منين يعني. هي حطت بقى غالبا التاتش بتاعها بتاع الملح ده. هو الشيف علاء ما كانش قايل ملح، وهو راحت حاطه ملح. لا وحطت ايه ما شاء الله يعني كتير بقى. ما اعرفش بقى عندها حبه البركه زياده. ما كملتش الاكل؟ لا ما هكمل ايه. ونزلت قلت لها حلو ازاي؟ جميل. تسلم ايدي، مفيش اجمل من كده. فاخواتي جم بقى، فراحت ماسكاني امي بقى، مسكتني تقول لي حلو انت بتضحك عليا؟ لا لا مش بضحك عليكي، مش ده كان جميل. بضحك عليكي ليه؟ قالت لي ما اخواتك دقوا الاكل وانا دقته وحش. انا وحش. انت بتجاملني ليه؟ هي اعترفت. قلت لها مش بجاملك والله يعني، بس يعني الموضوع صعب يعني، لو قلت لك وحش هتتضايقي وانت تعبتي في الاكل وبتاع. فقلت يعني طب اليوم ده اجاملك شويه. طلبت إيه؟ اكل من بره؟ لا يعني قعدت حاسب بقى على الشيف علاء. غسلت المواعين طيب قبل كده؟ ايه؟ غسلت المواعين قبل كده؟ اه
كان عقاب ولا كان ون... لا لا خالص. انا اكتر واحد متدلع في العالم بس انا ما عملتوش في البيت. والدتي ما بترضاش اقول لها عايز اساعدك ما بترضاش، انزل لها المطبخ ما بترضاش. انا عملته في يعني لما بنكون رايحين مثلا قاعدين في شقه لوحدنا، مسافرين في حته مصيف مثلا، رايحين السخنه الساحل كده يعني. البيت بيبقى احنا واخدين شقه يعني شقه مثلا واحد صاحبي مثلا رايحين نقعد فيها، فاحنا بناكل بعض او بنجيب اكل مثلا مش عارف ايه. فالاطباق بتبقى مثلا ممكن تبقى كتير يعني وحشه. فبخش انا بقى مثلا انا بحب يعني بحب المطبخ قوي انا يعني. بحبه يعني. تعرف تطبخ طيب؟ والله انا بعرف اعمل مكرونه بعملها حلو، وبعرف اعمل سلطه حلوه. يعني بتساعد نفسك لو قاعد لوحدك؟ لو قاعد لوحدي هتعرف تساعد نفسك. بس يعني مش قوي برضه يعني، مش هكذب عليك يعني مش هقعد كل يوم اكل مكرونه. اكيد. بعدين المكرونه اصلا المفروض ان هي حاجه بتزود الوزن بسرعه. فغالبا يعني دايما المفروض الرز، فانا مش قوي في الرز يعني. لكن لما بقعد لوحدي غالبا الدليفري بقى. كنت طفل شقي؟ شقي بس في يعني مش شقي بعمل مشاكل، شقي حلو يعني مش بتعمل مشاكل خالص يعني. طب عمرك نطيت مثلا من على سور مدرسه قبل كده وانت صغير؟ لا انا كنت جميل قوي في المدرسه يعني. ما النادي في دجله كنت كانوا مديني جواب ان انا اخرج كل 3 ايام قبل الجرس. فيعني لعبت قبل كده احكي موقف بس عشان اليوم الرابع ده لي موقف يعني. كنت بلعب مع المدرسين فالمدرسين بيحبوني يعني، كنت لعيب كوره يعني، كنت بعرف العب شويه يعني، فكنت مفارق شويه عن اللي معايا في المدرسه في المعهد سوري انا ازهري. فحبوني شويه والمدير نفسه كمان حبني بعد ما عرف ان انا يعني بلعب في نادي وشخصيتي كمان كنت يعني عادي اللي هو مش مع زمايلي كويس وبره الشارع كويس. كانوا بيسالوا دايما علينا المدرسين اخبارهم ايه وبيسالوا علينا اهالينا وكده، فحبوني شويه يعني. فاليوم الرابع بقى كنت بخرجه كده بالحب يعني، البواب بتاع المعهد كان يروح فاتح لي الباب واطير. ما كنتش بنط الصراحه خالص، عمري ما نطيت يعني. كنت حتى خايف انط يعني، كنت الازهر عندنا شويه يعني قوية طبعا. إدارة قوية. هي مرة واحدة بصراحة بس بس ما نطتش من فوق السور يعني، ما دخلتش خالص. مرة واحدة. ليه بقى رحت فين؟ كنت خايف يمرضوش يطلعوني لأن كان يوم مش رابع بقى يوم خامس، فأنا خرجت الأربع أيام، فاليوم الخامس عايز أخرجه هيبقى صعب الموضوع، فما دخلتش أصلا. قلت ريحت دماغي يعني وقعدت بره شوية. بعد كده رحت مروح يعني. انت خرجت مامتي والدتي بقى بتقول لي انت خرجت ازاي وكده يعني، عادي باخد الجواب يعني كده. لا ما قلتلهاش، هم عرفوا دلوقتي. كل الاسرار دي عرفوها دلوقتي. عرفوا دلوقتي. بتخاف من الكلاب او من القطط؟ تخافش من الحاجات دي ولا خالص؟ ولا اي حاجه ولا اي حشرات. طيب في الفقره دي هخيرك ما بين حاجتين. هو فين الاول؟ لا مش حضرتك قلت لي انك هسالك اسئله وتقول اه ولا؟ ما هي دي اه ولا. احنا عدناها؟ عدناها خلاص والله العظيم. انا ما قلتش ولا مره اه ولا لا. لا ما احنا قلنا حصل ولا حصلش. بس انا بقول السبب بقى. بالظبط. لو في حاجه بنعقب. في الفقره دي هخيرك ما بين حاجتين وهتختار حاجه منها. حلو. اختار ما بينك قوسين. بالظبط. اختار ما بينك قوسين. ريال مدريد ولا برشلونه؟ ريال مدريد طبعا. كنافه ولا قطايف؟ لا كنافه. بطولة افريقيا ولا دوري؟ الاثنين. لا هتختار حاجه. الاثنين. هتختار حاجه كده. افريقيا. افريقيا. المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ المدرب الوطني ولا المدرب الاجنبي؟ انا حياتي كلها كانت مع مدربين اجانب يعني، ما اتمرنتش مع حد غير ميدو، وميدو برضه يعني يعتبر اجنبي فيها شويه. سياسه المدرب الوطني ولا سياسه المدرب؟ انا ما حضرتش مدربين او وطني. كله مدرب. ما بتسمعش مثلا؟ مش شرط تحضر، ما بتسمعش مثلا؟ يعني عادي، كلام كله تقليدي. مش المدرب المصري احسن ولا المدرب الاجنبي احسن، هو على حسب يعني المدرب هو شخصيته عامله ازاي، تمارينه عامله ازاي، فكره بره الملعب، شخصيته بره الملعب كده يعني. ما كله هنا بيتكلم ان مستر مانويل جوزين شخصيته اقوى شخصيه عدت يعني، فهي بتبقى مش كفكر مدرب اكتر، لكن كشخصيه مدرب اكتر. شخصيه مدرب بتفرض شخصيتها على اللعيبه جدا يعني،
اللعيبه كانوا بيتكلموا دايما، او يعني سعد لما بتكلم معاه بيقول لي ان شخصيه كانت شخصيه قويه جدا 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 يعني. ده كان بينعكس على اللعيبه في الملعب، شخصيه اللعيبه بتبقى قويه من بتكتسبها دايما من المدرب. المدرب طبعا. ف ما مش عارف بصراحه يعني، انا فرنش مع مدربين مصريين. خلينا نقول المدرب الاجنبي بما انك حضرت. حلو ماشي. المدرب الاجنبي بما انك حضرت ماشي. انا فاكراك يعني سامع فكنت هتقول اوكي. لا لبس كلاسيك ولا لبس سبورتس؟ لا كلاسيك. قهوه ولا شاي؟ يعني مؤخرا قهوه، وانا ما كنتش بشرب حاجه خالص يعني. بس دلوقتي قهوه. صيف ولا شتاء؟ شتاء طبعا. صبح ولا ليل؟ صبح ولا ليل؟ بحب الصبح ولا الليل يعني؟ بحب الصبح ولا ايه السؤال ده؟ يعني شخص نهاري بتحب تشوف شمس، بتحب تشوف؟ انا بحب الشمس. اه يعني هنعتبر الصبح. نعتبر الصبح ماشي. تمرين ولا اجازه؟ تمرين ولا اجازه؟ لا تمرين. ما بحبش اقعد يعني في البيت يعني. بحب اقعد في البيت بس مش طول اليوم بقى في البيت يعني، لازم تمرين واجي اقعد في البيت. فتمرين. لا انت شايف نفسك تمرين يعني. تمرين. انت حابب اكتر أوكي. تمرين. اكل جاهز ولا اكل بيتي؟ لا اكل بيتي. محشي ورق عنب ولا محشي كرنب؟ الاثنين. الاثنين؟ لا انا عايزه حاجه، يا ورق عنب يا كرنب. ورق عنب. ورق عنب. نورتني يا كابتن، ويعني سامع. انا مبسوطه جدا 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 انك كنت معايا النهارده. انا اكتر والله. ومبسوطه جدا بالجانب اللي طلعناه من شخصيتك، والمشاهدين يعني ما كانتش تعرفه. يا رب بس نكون خفاف عليهم. ان شاء الله نكون خفاف عليهم. رمضان كريم طبعا عليك. الله اكبر. ومبسوطه جدا انك كنت معايا. انا اكتر والله.